اول حاجه كنشكروا قبل كل شيء كنشكروا اللجنه ديال اليقظه كونتر كوفيد 19 ضد كوفيد 19 اللي كيراسها السي الوالي بصفتنا اليوم بجمعيه ارباب البحار الباطو ايرز دولفي قمنا بمساهمه اجراء معدات طبيه اللي غادي يكونوا على ثلاث مراحل لا ليفريزون ديالهم ويكون مبلغ تقريبا ديال 2.5 ديال مليون ديال الدرهم وهذا الشيء كيصادف مع التعليمات الملكيه ديال سيدنا نصر الله باش نحدوا هذا الانتشار ديال هذا الوباء وسيرتو ملي شفنا العدد ديال الانتشار ارتفع ديال في المدينه الداخله ان شاء الله بحول الله جميعا غادي نساهموا باش غنتجاوزوا هذه المحنه هذه وان شاء الله بالتزاماتنا باش نحترموا الشروط والاجراءات الاحترازيه والوقائيه اللي امبوزها السلطات المحليه وباش ان شاء الله نوقفوا هذا الوباء ونقصوا ويكون نخرجوا من هذا الوباء في اقل الخسائر.